معركة حنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. صدق الله العظيم. جمع مالك بن عوف النصري القبائل من هوزان، ووافقه على ذلك الثقفيون، واجتمع إليه مضر وجشم كلها وآخرين من بني هلال بغية محاربة المسلمين. وكان هذا القرار بسبب انتصار المسلمين في فتح مكة، فثارت تلك القبائل القريبة من مكة خوفا على أنفسهم، وقرروا أن يجمعوا جمعا عظيما لمناجزة المسلمين. فاجتمع رؤساء هذه القبائل وسلموا قيادة أمرهم إلى مالك بن عوف سيد هوزن، وأجمعوا أمرهم على المسير لقتال المسلمين. وما أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم بجمع الأعداء حتى قرر أن يخرج لملاقاتهم بعيدا عن مكة، وكان هذا لسبب رئيسي، وهو خشيته من أهل مكة أن ينقلبوا عليه، وذلك أن إسلامهم لم يمضي عليه أيام. فإذا كان ذلك يجتمع على المسلمين عدوين، واحد من الخارج وآخر من الداخل. وفي نفس الوقت قرر أن يأخذ من مكة معه 2000 مقاتل، فخرج عليه السلام بجمع كبير وصل إلى 12,000 مقاتل. قبل أن يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى القتال، عقد مع كبار تجار الأسلحة في مكة صفقات كبيرة لرفع مستوى التسليح في الجيش. كان أحد أهم أولئك التجار صفوان بن أمية، ولم يكن قد أسلم بعد، وهذا دليل أن التعاقد مع غير المسلمين بما فيه مصلحة المسلمين مشروع وجائز، بل إنه واجب في بعض الأحيان. كان عدد الأعداء في هذه الغزوة يفوق المسلمين بأضعاف، فقد وصل عددهم إلى 30,000 مقاتل، جلهم من القبائل القريبة من مكة، وعلى رأسهم مالك بن عوف، ذلك القائد الذي أمر أن يخرج مع جحافل جيشه النساء والعبيد والمواشي وكذلك أموال الجند حتى يستميت جنده في القتال، ولم يألف العرب أن يخرج النساء والجواري معهم بالحرب. لكن الهدف كان لدى بن عوف أن يوصل رسالة إلى جنده أن خسارتكم بالمعركة يعني خسارة كل شيء، أموالكم ونساؤكم وعبيدكم، مما انعكس على نفسيات الجند في القتال فاستماتوا لنيل النصر. وخرج في جيش هوزان أحد شيوخها وهو دريد بن الصمة، وقد كان متقدما بالعمر كثيرا، وهو ذو دراية وخبرة بفنون الحرب وأساليب القتال. فقال دريد لمالك: إذا لقيت محمدا وجها لوجه فاعلم أنك مهزوم. فقال له مالك: وما الرأي إذن؟ فقال دريد: أكمن لهم، فاذهب إلى حنين وادخل بين الأشجار، وعندما يصل المسلمون إلى وادي حنين أخرج عليهم وحاصرهم. خرج جيش المسلمين، لكن عددا من الجند اختروا بكثرتهم، فقال بعضهم لبعض: لن نهزم اليوم من قلة. وأثناء سير النبي بجيش المسلمين على الجبل، بدأ النبي يصف الجيش، فكانت أول كتيبة بقيادة خالد بن وليد، والثانية كانت للزبير بن العوام، والثالثة بقيادة علي بن أبي طالب. ثم بدأت أول كتيبة بقيادة خالد بن وليد تنزل إلى هذا المنحدر، وعند نزول الكتائب الثلاثة الأولى تبعهم الجيش الإسلامي إلى بطن الواد في حنين. عندها بدأت كمائن جيش الأعداء تخرج من بين الأشجار، وحملوا عليهم حملة رجل واحد، فارتبك جيش المسلمين، ومن شدة الهجوم وضربته بدأ المسلمون بالفرار، ووقع خالد بن الوليد عن حصانه وأغمي عليه من كثرة السهام. ولما شاهد النبي فرار الجند أخذ ينادي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس هلموا إلي، أنا رسول الله محمد بن عبد الله. فلم يأتيه أحد، ولما رأى النبي هزيمة القوم عنه قال للعباس، وكان صوته جهوريا:
نادي القوم وذكرهم العهد. فنادى بأعلى صوته: يا أهل بيعة الشجرة، يا أصحاب سورة البقرة، إلى أين تفرون؟ اذكروا العهد الذي عهدتم عليه رسول الله. ثبت مع النبي يوم حنين 10، وهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود والعباس بن عبد المطلب وابنه الفضل وعلي بن أبي طالب وأبو سفيان بن الحارث وأخوه ربيعة وأسامة بن زيد. تمكن رسول الله من بث روح الجهاد في نفوس المسلمين من جديد، وقد كان أصابهم الخوف والذعر وأوشكوا على الفرار الكامل وتسجيل الهزيمة النكراء. فاجتمع المسلمون ثانية وهجموا هجمة واحدة على المشركين، وقال رسول الله: اللهم إنك أذقت أول قريش نكالا فأذق آخرها نوالا. وتجالد المسلمون والمشركون، فلما رآهم النبي قام في ركابي سرجه حتى أشرف على جماعتهم وقال: الآن حمي الوطيس، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وكان المجاهد الصحابي الجليل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بطل مقدام، فقاد هجوما استطاع فيه قلب الموازين وكر المسلمون عليهم، ودارت الدائرة على الأعداء، وكان النصر حليف المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. إن غزوة حنين سجلت في القرآن الكريم لكي تبقى درسا للأمة في كل زمان ومكان، أن الله هو الصانع لا بكثرة الرجال ولا غيرها من الأمور المادية الدنيوية. قتل من هوازن في ذلك اليوم خلق عظيم، وغنم المسلمون 12,000 بعير، ومن البهائم ما لا يحصى ولا يدرى، وجيء بالسبايا، وقيل لرسول الله أن بين السبايا أخت النبي من الرضاعة بنت حليمة السعدية. وعندما وقفت على رأسه قالت: يا محمد، أنا أختك شيماء بنت حليمة. فنزع رسول الله برده فبسطه لها فأجلسها عليه، ثم أكب عليها يسألها، وهي التي كانت تحضنه إذ كانت أمها ترضعه. يوم حنين كان يوما مشهودا في التاريخ الإسلامي، وكان درسا لا ينسى. عنوان هذا الدرس: أن الله هو الغالب.